نجح قطاع الناشئين بالأهلي في لفت الأنظار بقوة كعادته من خلال التطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الأخيرة في تحقيق أهدافه التي تم التخطيط لها من قبل مسؤولي النادي. نجحت إدارة الأهلي في ترتيب الأوراق والأولويات من خلال التعاقد مع الخبير التشيكي بروكيتش، وتم وضع العديد من المراحل من بينها تصعيد العديد من اللاعبين للفريق الأول وإعارة بعضهم محلية لاكتساب خبرات المشاركة في الدوري المحلي، وهناك من تم إعارته لزيسكوف التشيكي، ومن بينهم مصطفى فوزي وميدو حسام. ولد ميدو حسام في 12 يناير عام 2000، وقبل أن يتم عامه 11 كان قد انضم لقطاع الناشئين بالأهلي ليبدأ رحلته داخل المكان الذي أحبه، حتى تمت إعارته قبل بداية الموسم لزيسكوف. فيما ولد مصطفى فوزي الذي يلعب في مركز المهاجم في 5 أكتوبر عام 1999 بكفر البطيخ بدمياط، وبدأ مسيرته في مركز الشباب التابع لقريته ثم مركز شباب دمياط، حتى التقطته العين الخبيرة لقطاع ناشئي الأهلي عن طريق أمين عرابي وخالد جادلة وعمر أبو المجد، لينضم للأهلي عام 2017 ثم يرحل على سبيل الإعارة لزيسكوف قبل بداية الموسم.